بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي وابنائي الاعزاء، اهلا بيكم مع محاضره جديده من سلسله محاضراتنا في مقرر الهيستولوجي والجيناتيك. هنكمل مع بعض شابتر الاندوكرينولوجي، وهناخد النهارده محاضره عن الاندوكراين بورشن اوف ذا بنكرياس. ده سيكشن في البنكرياس. لما نبص على البنكرياس هنلاقي معظمه عبارة عن اكسوكراين جلاند. كل اللي قدامي دي عبارة عن اسيناي متخصصة في تصنيع البنكرياتيك انزيمز. داخل هذه الاسيناي الاقي مجموعة من السيلز، دي مجموعة من الخلايا ودي مجموعة من الخلايا. المجموعة دي بيبقى ليها اندوكراين فانك، بنسميها ايه؟ بنسميها ايلتس اوف لانجرهان. يبقى هذه الايلت اوف لانجرهان زي ما انت شايف بتبقى بيلر عن الاكسوكراين اسيناي. الايلتس اوف لانجرهان بتطلع كذا هرمون، يبقى علشان انت راجل مليونير فبنلاقي عندك اكتر من مليون واحدة من الايلتس اوف لانجرهان موجودين فين؟ في البنكرياس. يا ترى ديستريبيوتد في كل البنكرياس ولا متركزين في مكان معين؟ لا، متركزين في التيل اوف ذا بنكرياس، بلاقيهم بيل اكتر من بقيه البنكرياس. يبقى لما ابص حتى على الصوره الصغيره دي اقدر الحظهم او الاحظهم ان هم بيل عن بقيه البنكرياس. كل واحده منهم بتبقى سراوندد بديليكت لير من الكونكتيف تيشو، وكان هي سيبريت جلاند. الايلت اوف لانجرهان بتتكون من ايه؟ بتتكون من سيلز، بتتكون من ستروما وبارانكيما. الستروما عباره عن كونكتيف تيشو كبسول بس ضعيفه قوي، ريتيكولار نتورك موجوده. بعد كده لما اتكلم عن البارانكيما بتكلم عن سيكريتوري سيلز وبتكلم عن الفينستريتد بلاد كابيلاري، لكن كل السيستم ده بيبقى انرفيتد باوتونوميك نيرف فايبرز. جوه الايلت اوف لانجرهان عندي 7 انواع من الخلايا، بنسميهم الفا وبيتا ودلتا والاف سيل والجي سيل والسي سيل والجانجليون سيل. اهل اللي يهمنا كاندوكراين بارت يهمنا الالفا والبيتا والدلتا، وعلشان ما ننساهمش فبنقول ان الالفا الفا ميل والبيتا بيوتيفول ليدي اند زير دوجز اللي بنسميها الدي. يبقى عند الالفا والبيتا والدي سيل او الدلتا سيل هم دول المعنيين بالاندوكراين بورشن اوف ذا بنكرياس. الالفا ميل هو الراجل الحارس الامين الغني اللي ليه رصيد في البنك واللي يقدر يحمي، ده بنسميه الالفا ميل. علشان كده بنلاقي الديستريبيوشن بتاعه موجود فين؟ بره ولا جوه الايلت اوف ذا لانجرهان؟ لا طبعا ده بيشتغل في الحراسه وفي الامن وفي كده، فشغال، فنلاقيه موجود في البريفري اوف ذا ايلت اوف ذا لانجرهان. بيحمي مين؟ بيحمي مجموعه من البيوتفول ليديز اللي بنسميها البيتا سيل. يبقى بره بلاقي الالفا سيل وجوه بلاقي البيتا سيل، ومعاهم الدوجز بتاعتهم اللي بتساعدهم في الحكاية دي اللي بنسميها الدلتا سيل. اكتر سيلز موجودة هنا هي مين؟ طبعا البيوتفول اللي هي البيتا سيل. اللي اقل منها شوية مين؟ الالفا ميل. اللي اقل خالص هي مين؟ هي الدوج سيل او الدلتا سيل او الدي سيل. طيب الالفا سيل الفانكشن بتاعتها ايه؟ هي نفس الفانكشن بتاعت الالفا ميل، دي بتسعفني وقت الازمة. ايه هي الازمة اللي ممكن اتعرض فيها؟ اني اجوع. لما اجوع هذه السيلز تبدأ تشتغل وتطلع لي حاجة اسمها جلوكاجون، عشان كده بنسميها الالفا سيل الالفا ميل. يبقى اذا الالفا سيل دي هي اللي هتفرز لي الجلوكاجون اللي هينفعني وقت الازمة. الجلوكاجون هيعمل ايه؟ هيروح للليفر يتخلص، يكسر لي الجلايكوجين، يطلعه لي، يخليه لي جلوكوز، اقدر اعدي الازمة اللي انا فيه. امال البيتا سيل البيوتيفول جيرلز دي او بيوتيفول ليديز دي بتشتغل ايه؟ بتعمل بارتي اول ما باكل حلويات. يبقى اول لما اكل سكريات او نشويات وتتحول لسكر على طول الخلايا دي تفوق وتبدا تزقطط وتفرز الانسولين. يبقى اذا انا عندي خلايا بتفرز انسولين وعندي خلايا بتفرز الجلوكاجون والاثنين عكس بعض، لكن دي ليها فانكشن في وقت معين ودي ليها فانكشن في وقت تاني. اما الدلتا سيل بقى بتاعت الاثنين، يعني تلاقي ده مزودها شويه
تفرمله، تلاقي دي مزوده شويه على طول تروح ايه تفرمله. يبقى اذا الدلتا سيل بتشتغل على الالفا وبتشتغل على البيتا علشان تظبط الاثنين. بس هي دي كل حكايه الايلتس اوف لانجرهان. يبقى لو بتكلم عن الالفا سيل، طب تعالى كده نراجع الكلام علشان نشوف احنا اتكلمنا صح ولا مش صح. لوكيتد ات ذا بريفري، بتمثل 20% اكتر من البيتا سيل، شيء طبيعي ان يكون اكبر من البيتا سيل. الاي ام بتاعها بروتين سينثيسايزنج سيل، ما بتفرز جلوكاجون، فيها ريجولار جرانيولز سراوندد باي الكترون دنس جرانيولز. الفانكشن بتاعتها، لا من غير ما اكتب انت عارف طبعا الفانكشن بتاعتها بتفرز ايه، بتفرز الجلوكاجون. بيعمل ايه الجلوكاجون؟ الاول هو بيطلع ان ريسبونس لمين؟ ازمه. الازمه بتاعتي هي ايه؟ لما يقل البلاد جلوكوز. لما يقل البلاد جلوكوز يطلع مين؟ يطلع الجلوكاجون. علشان يروح لمين؟ يروح للليفر علشان يزود البريك داون اوف جلايكوجين ويحوله لمين؟ يحوله لجلوكوز. ده اللي هي الالفا سيل. البيتا سيل عكس الكلام ده، دي بيوتفول ليدز اهي، حتى لما رسموها رسموها باللون الشيك ده. اكتر من 70% قلنا الحكاية دي موجودة فين؟ في السنتر، شيء طبيعي. ليدز اوفر ان شيب، والديامتر بتاعها كذا. بيزوفيليك سيتولاز بروتين سكريتنج سيل، كل ده بروتين سكريتنج سيل. الجرانيولز اللي فيها الريجول، يبقى اللي تحت الالكتروميكروسكوب عايز افرق ما بين الاثنين، افرق بالايه؟ بالجرانيولز. دي ريجولار جرانيولز ودي الريجولار جرانيولز. ادي البيتا سيل وادي الفا سيل. شايف الجرانيولز هنا كتيرة ازاي؟ واضح ان الفار ده كان جعان. البيتا سيل بتفرز ايه؟ الشائع قوي قوي ان هي بتفرز الانسولين، بس دي مش حقيقه، لان هي زي ما بتفرز الانسولين بتفرز البرو انسولين وبتفرز حاجه اسمها السي بيبتايد. الفكره ايه؟ الفكره ان هي ما بتفرزش انسولين، هي بتفرز البرو انسولين. هذا البرو انسولين بيتكسر بره الخليه الى حاجتين، انسولين والسي بيبتايد. هتقول لي بس الكلام ده مش مهم يا دكتور، ازاي بقى؟ تعالى تخيل نفسك انت قاعد في الاستقبال وجالك مريض بغيبوبه سكر. يعني ايه غيبوبه سكر؟ يعني الانسولين عنده عالي جدا. انت بتعمل له فعلا انفستيجيشنز وبتشوف له مستوى الانسولين في الدم، لقيته عالي جدا. انت بصيت للمريض دول، اهل المريض شكيت في حاجه، هو المريض ده الانسولين زاد عنده ولا محقون انسولين؟ افرق ازاي ما بين الاثنين؟ اشوف السي بيبتايد. لو الانسولين بتاعه هو اللي زايد من عنده، يبقى اذا السي بيبتايد هيبقى عالي. طب لو انا حقنه انسولين، يبقى السي بيبتايد بتاعه هيبقى قليل، لان انا حقنه الانسولين من غير السي بيبتايد. السي بيبتايد ده بيحصل في الناتشرال انسولين في جسمي لما يطلع من البنكرياس بتاعي. اما لو كنت انا حاقن انسولين مفيش سي بيبتايد. ده يعني ده مثال لاستخدام السي بيبتايد. لكن السي بيبتايد اتز روتين انفستيجيشن لمرضى السكر علشان اشوف كم من الانسولين بالنسبه للانسولين اللي انا بديهوله قد ايه، هو بيفرز، هو بيساعدني بانسولين قد ايه، ازود الجرعه ولا ما ازودش الجرعه. يبقى اذا السي بيبتايد من انفستيجيشنز المهمه او من التحاليل المهمه اللي اقدر استخدمه. وعرفنا ايه فكرته، ان السي بيبتايد من ضمن السكريتوري برودكت بتاع البيتا سيل. الدلتا سيل دي الخلايا اللي هي صفراء قوي دي، البيل قوي دي، ودي بتمثل 5% وسكاترد في الايه؟ سكاترد في كل الايلت اوف ذا لانجرهان. الفانكشن بتاعتها بتفرز سوماتوستاتين، واحنا بنتكلم في البيتويتري جلاند قلت لك ده يونيفرسال انهبيتور. بالظبط كده هيشتغل هنا برضو، يعمل لي يظبط الجلوكاجون ويظبط الانسولين لو كانت المسائل محتاجه. كده يبقى احنا خلصنا حقيقي الاندوكراين بورشن اوف ذا بانكرياس. لكن الجي سيل دي بتفرز الجاسترين زيها زي اللي موجوده في الاستومك. البي بي سيل دي بتشتغل على الاكسوكراين بورشن اوف ذا بانكرياس. السي سيل دي فيري فيو ودي تعتبر ريزيرف سيل. واخر حاجه الجانجليون سيل ودي اوتونوميك سيل. لو بنلخص الموضوع برضو مش هنطلع بره الثلاثه سيلز بتوعنا اللي هم الالفا والبيتا والدلتا سيل. البيتا سيل دي بتمثل 70% موجوده في السنتر، بتفرز الانسولين مايلين، لكن معاهم بتفرز السي بيبتايد او بيتكون السي بيبتايد. الفانكشن بتاعتها طبعا بتقلل البلاد جلوكوز لما بيرتفع. الالفا سيل عكس الكلام ده، موجوده في البريفري، بتبقى ريجولار جرانيولز وبتفرز الجلوكاجون، بيزود البلاد جلوكوز لما يقل. الدلتا سيل دي بين البنين، سكاترد ثرو اوت ذا ايلتس اوف لانجرهان. الديامتر بتاع الجرانيولز 350، يعني اكتر من الاثنين، بتفرز السوماتو
استاتين. السوماتوستاتين بيشتغل حاجتين، الحاجه الاولانيه باراكراين يعني حواليه، فبيعمل انهبيشن للهرمونز والانزيمز اللي موجوده فين في البنكرياس، لكن ممكن يطلع في السيركيوليشن عشان يقلل او يشتغل على الجي اي تي. ده اللي هو مين؟ البيتا سيل. دول الثلاثه سيلز اللي انا عايزك ما تنساهمش خالص. واحده منهم شبهناها بالالفا ميل، والثانيه شبهناها بالبيوتيفل ليديز، والثالثه شبهناها بالدوجز بتاعتهم. طبعا لما هنتكلم عن الدايابيتس الكلام هيحلو، لكن احنا مش هنطول فيه خالص، لان الدايابيتس هو هايبرجلايسيميا، يعني بيزيد نسبه السكر في الدم. يا ترى نسبه السكر في الدم دي زادت ليه؟ لان الانسولين بتاعي قليل، ولا الريسبتورز بتاعتي ما هياش شغاله كويس؟ الريسبتور بتاعت الانسولين يعني ده نوع وده نوع، لكن انا عندي نوعين من الانسولين، في تايب 1 وتايب 2. تايب 1 دايابيتس وتايب 2 دايابيتس دول مشهورين، او الجوفينايل دايابيتس والادلت اونست دايابيتس، دول مشهورين جدا في عالم الطب، وفيهم ناس يعني فيكم ناس هتتخصص بس في الدايابيتس. التايب 1 دايابيتس او الجوفينايل دايابيتس دول ده بيجي للاطفال، وده فيه ثلاثي مشهور جدا، بولي ديبسيا، بولي فاجيا، اند بولي يوريا. تلاتة بولي ترياد مشهور جدا، او 3 كاردينال ساينز مشهورين خالص في التايب 1. وايه سبب التايب 1 ده؟ اميون رياكشن بيحصل للبيتا سيل، بيحصل لها بينتج عنه ديستراكشن اوف ذا بيتا سيل، انا ما عنديش انسولين عشان كده بيظهر في الام سي كيو 2. يا رب تكون المحاضرة عجبتكم، وان شاء الله نتقابل بقى في شابتر تاني خالص، لان احنا كده خلصنا الاندوكراين، اتكلمنا عن البيتوتري جلاند، اتكلمنا عن الادرينال السوبرين، اتكلمنا عن الثيرويد والباراثيرويد، واخر حاجة النهاردة بنتكلم عليها هي الاندوكراين بورشن اوف ذا بنكرياس. كانت فرصة سعيدة جدا، ويا رب نتواصل مع بعض دايما، ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.